اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء وبحلقة جديدة من برنامجكم فطور مع أمم الدوار. في هذه الحلقة مشاهدينا تعرفنا على الحاجة الكاملة، تعرفنا على وليداتها وتعرفنا على مول الدار سي عبد الله، تعرفنا ايضا على الاجواء الرمضانية اللي كاينة كيفاش كيعيشوا الى اخره. وفي هذه الاثناء كتشوفوا الزوج ديال الحاجة الكاملة اللي غادي يقربنا اكثر واكثر من الاجواء الرمضانيه الخاصه بالوسط والقرو. فتابعوا معي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. درعي لاباس عليك؟ واش مزيان؟ الحمد لله. قولي يا عمي كيفاش تعرفتي على الحاج؟ الوالدين هما كان زواج تقليدي ولا تقليدي؟ واش حدا بنتهم مع بعضياتكم؟ جاي 27 سنه. 27 عام تبارك الله، ماشي ساهل. الحمد لله. واخا عمي هضرنا على الاجواء الرمضانيه اللي كاينه هنايا، كي داير رمضان عندكم؟ كي غادي مع رمضان؟ بخير وعلى خير الحمد لله. زعما الاجواء اللي كتكون كيفاش كتكون؟ زعما واش كتخدموا وما كتخدموش؟ نخدموا كنجيو نلبسو نمشي نصلي التراويح، نصلي الجامع، نقرا القران. ايوا هادشي اللي كاين بعدنا، انا اللي بعد عندي. ماشي الاخرين الناس طلعوا عندي. الصلاة والقرآن عمي عندك شي حاجة لي ضرورية ما تقدرش تعمل؟ ضرورية عندك في الدماغ. خصني كيما نفيق نخصب نتوضا خصني نصلي. هادشي في الصباح؟ في الطاهر الوجه صلاة الوجه الصبح. ما شاء الله اللهم بارك. ومنين كتمشي الخدمة؟ كنمشي الخدمة مع كنمشي صافي نبدا العمل ديالي. ملي كيوصل وقت ديال الصلاة كتمشي تصلي؟ كان حضر الوقت ديال الصلاة كنصلي، كنمشي نتوضا نصلي، ما عندي ما كنسول لا على شاب ولا مرسل، كنبقى نعرف إلا الله، ما نبقى نعرف لا شاب ولا كبران ولا داك، فهمتي؟ نهار الجمعة تاني كنحبس الخدمة ونمشي نصلي، ولكن تا هما ما كيقولوا لي والو، والله عمر هذا الشاب ديالي. الحمد لله ما شاء الله، اللهم بارك عليه، الله يسلمك يا ربي في العمل ديالك. بالنسبة للتراويح كتصليهم؟ نصليهم هنا في هذا الجامع، هنا ورا السي رفقيس ادريس، رايتو تبارك الله بخير وعلى خير، كيقرا مزيان. يعني دائما ملي كتسالي الصغار؟ قديم عندنا هنايا ودزنا عنده، قرينا عنده الصغار. تبارك الله. الصغار وحنا قارين عنده، وهو تا هو الصوت ديالو خاصو يكون في واحد المسجد كبير هذاك السيد هذا. ما شاء الله. يعني عنده الصوت ديال القرآن؟ عنده الصوت ديال القرآن وحافظ القرآن معنى الكلمة. ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبه يعني لسميتو ملي كتبغيو تقداو وداكشي دابا في رمضان، ملي كتقداو؟ كنتقداو من الحد ديال هنا ديال ولا زياد، كنتقداو من 5 ديال المليون. دابا امتى تقديت انت؟ امتى كان السوق؟ دابا انت كنتخلص عاد كنتقدا تقدي وحده. واش من شهر حتى الشهر ولا الشهر حتى الشهر؟ مش هذا الشراء كتمشي تقداو داكشي؟ كتقدا وحده عطريه دقيق فهمتي خضره كلشي صافي كتهنى، كتبقى شي حاجه قليله كنوبا نوبا كنخطفوها. وكي غادي مع رمضان يعني مع الامور مزيان؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال. عاوني يا عمي رمضان كيفاش كان باش كنتي في صغرك مع والديك؟ كان سبحان الله العظيم في شكل هذيك الساعه ولا ما في شكل؟ واخا عاوني كيفاش كان مشكلكم؟ دابا غادي نرجعوا شويه اللور الذكريات. كيفاش كان رمضان هذه الشهر؟ ديك الساعه ملي صرنا صغار كتطلع الفيلم تطرح الشمس باش تفطر، دابا ما كديرش فيها كاع، لا تا كتبان كتمشي مغطط، ما كتصاوب كاع رمضان. علاش يعني علاش علاش ولات بحال هكا؟ واش حيت هذه الشهر؟ لا الكبر ديال السن ولا الله اعلم، سبحان الله ديس عليا ولا هذه شحال كنتي كتبقى تسنى كتبقى تلقى امتى الشمس تغرب باش تمشي تفطر؟ دابا ما بقاش فهمتي ناسي الوقت، كتسمع بقي قال الله كبار كتمشي تفطر. وكاين بعض الاحيان تقدر تعطل على الفطور؟ بعض المرات بحال دابا اللي تعطلنا على الفطور. يعني كتولد شحال كان في عمرك عمي باش صمتي اول نهار في عمرك؟ كان السادس كان الخامس. كان الخامس. كي الشهاده كان؟ ديك الساعه نقول كان عندي 14 عام ولا خدنا شويه كبار من براس 14 سنه كانت عندي الشهاده. تسمى من 82 امتى بديتي الصلاة؟ من 80 وصافي، قول من الصلاة من صغري انا كنصلي.
شكل عمرك باش بديت؟ 7 سنوات تقريبا، 8 كنصلي. كيفاش شنو اللي خلاك انك تبدا صلاه وفي عمر يعني في عمر يعني صغير 7 سنين؟ لان تحكي لينا الحكايات ديال ودخلنا الخوف ولينا كنصلي. خاصني من الاول؟ اييه انا ماشي خلا من الاول ما تخافش منها، كتخاف من الله. صح. العقاب ديال الله والعذاب ديال الله هو اللي كنخافوا منه، اما الموت ما نخافوش منه، الموت كلشي غيموت. كلشي غيموت. كل من عليه بال. كل من عليه بال. كنشوفوا جو روحاني، واحد الجو ديال الاطمئنان، واحد الجو ديال البساطة. انت عمي شنو هي الأمنية ديالك؟ مثلا واش عندك شي حاجة شغلة في بالك، شي أمنية كتمنى أنها تحقق لك في واحد النهار؟ لا نجحوا لي ولادي. ويخدموا ولي الأمنية ديالي وتكمل تماما. عاودي بغيت غير ولادي يكونوا صالحين، يكونوا صالحين كيصليو كيتقوا الله وخدامين ومرزاقين وميسرين. الثمرة تاخد تحت من الثمرة اللي كنضربو، ولا 12 كرة ولا 12 أقل ثمرة. هادي الأمنية ديالك، يعني بغيتي ترتاح. باش كنتي باش بديتي الخدمه وانت واش بديتي الخدمه وانت في عمر يعني وانت يعني صغير كنتي باقي صغير؟ اه كنت صغير. شحال كنت مع الفن كنت نلعب هيمات العيجات كنت كنفلحو هنايا.